واختار سيدنا جبريل ومن الناس واختار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نزل رسول الملائكة على رسول البشر. يبقى الملائكة بتنزل بالوحي. ولذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أن الحارث بن هشام سأل عن سيدة عائشة تقول أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي: يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ يقول: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. حديث البخاري. يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده فيسمع حاجة زي صوت الجرس فيستعد إن في وحي نازل وهو أشده علي، لأن سيدنا جبريل بيبقى في الحالة دي بحالته الطبيعية بقى، حالته الملائكية يعني. ها، وطبعا دي حالة صعبة على النبي عليه السلام، حتى شوف الكلمة في الآخر هيقول إيه: وهو أشده علي فيفصم عني، يفصم عني بعد الوحي ما ينزل، وقد وعيت عنه ما قال. فهمت ووعيت اللي قاله، لدرجة إن سيدنا النبي عليه السلام كان بيقول مع سيدنا جبريل عشان يستعجل الحفظ، فنزل القرآن: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، سورة القيامة، وقرآنه، فإذا قرأناه، ما تتكلمش ورايا يا محمد، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، بالسنة، بوحي السنة بعد كده، لأن الوحي بينقسم قسمين زي ما هنتكلم، وحي قرآن ووحي سنة، والاثنين من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، لكن الاثنين من عند الله تبارك وتعالى. يبقى كيف كان يأتيك الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا دي الحالة الثانية، يتمثل لي الملك رجلا، سيدنا جبريل ينزل كرجل فأعي ما يقول. تقول السيدة عائشة: وإن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد، من الشدة اللي بيعاني منها. يبقى الملائكة بتنزل بالوحي. سورة عبس: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، اللي هم الملائكة. طيب، والآيات كتيرة في نزول الملائكة بالوحي. تاني، بيعملوا إيه الملائكة في علم الشهادة عندنا عشان نؤمن بيهم؟ لأن الإيمان بالملائكة من الإيمان بالله، زي ما قلت، اللي يكفر بالملك أو بالملائكة بقى كافر بالله. يقول الله تبارك وتعالى سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. ها، يقول الله عز وجل سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا الأمر لابد منه. آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني نؤمن بالرسل كلهم ما نفرقش بينه، ما نقولش مؤمنين ده وده لا. طيب، بيعملوا ايه تاني غير النزول بالوحي في علم الشهادة عندنا هنا؟ بيحصوا علينا الأعمال. الله عز وجل في سورة قاف يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، يعني مفيش حاجة بتطلع من بقك، مفيش حاجة بتطلع من بقك كده إلا وهتتحاسب عليه، يا تنحدف يمين حسنات، يا تروح شمال سيئات، مفيش حاجة ماشية على طول كده، مفيش حاجة ماشية على طول. حتى قيل يعني إن واحد مرة بيقول صفر، فالملائكة بتقول: طب ونكتبها إيه دي؟ يعني إيه دي؟ تتحسب إيه دي؟ قالوا: اكتبوها صفير، وعلى الله التفسير. إحنا نقول إن هو عمل كده، وفي الآخرة بقى ربنا يقول له: أنت عملت كده ليه؟ ودي كنت تقصد بيها إيه؟ لكن عايز أقول يعني خلي بالك، لأن الأمر خطير. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أدي رقيب على اليمين وعتيد على الشمال، فحيبقى حالك معهم إيه؟ الله في سورة الزخرف: في سورة الزخرف يقول الله عز وجل: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى
بلى، لا، ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا لديهم يكتبون. الله عز وجل يقول كراما كاتبين، كراما كاتبين، اللي هم الملائكة، يعلمون ما تفعلون، يعني بيكتبوا علينا. ما انا بركز في دي ليه؟ لان هقول بعد كده الاثر. طب ايه معنى انك انت حاسس ان في واحد على يمينك بيكتب حسنات وشمالك بيكتب سيئات؟ ايه النتيجة؟ ايه يبقى حالك ايه معاهم؟ زي ما هيقول بقى سيدنا النبي عليه السلام، ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء، لما بنعمل دورة مية، وعند الجماع، لما بنجامع الزوجة، لما في لقاء بين الزوج وزوجته يعني. صحيح هم واقفين بره بس شايفين انت بتعمل ايه، مش واحد بيستهبل بقى يقول لك طب فرصه اما نيجي نعمل السيئات نبقى نخش نعملها جوه، ما اصل هم بيسيبونا بره. لا، هو سابك بس حياء يعني، حياء، لكن ايه بيكتب عليك. كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين، ها، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. يبقى بيحصوا علينا الاعمال. طب ايه تاني؟ بيقوموا بسؤال المسلم في قبره، من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، قرع نعالهم يعني صوت رجلين الناس اللي بتوصلوا وهم راجعين، فيأتي إليه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم وما دينك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول ربي الله ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. تقول الملائكة قد كنا نعلم أنك ستقول ذلك، ما احنا عارفين بس بنسألك عشان ايه انت اللي تجاوب، لان احنا مأمورين ان احنا نسألك. انظر، ثم يفتح للمؤمن بابا الى النار، فتقول له الملائكة انظر هذا مقعدك في النار لو لم تكن آمنت بربك. اما وقد امنت بربك، اقفل، اقفل ده بقى، افتح. يفتح له باب الى الجنة، يفتح له باب الى الجنة. حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيراهما جميعا، فيراهما جميعا، يعني شايفهم الاثنين. والحقيقة دي فيها نقطة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ استشعار، استشعار النعمة. ازاي؟ ما هو وبضدها تعرف الاشياء. يعني لو الواحد راح الجنة على طول، نعمة وجميلة وكل حاجة زي ما تقول، لكن لما يبص على جهنم الاول، هيستشعر بقى العظمة دي اللي هو رايحها، يقول الحمد لله ربنا نجاني من هنا. تعرف دي زي ايه؟ زي سورة مريم، اسراء في سورة مريم، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة ايه؟ فردا. يعني ايه؟ في يعني ادي ارض المحشر، فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة، اللي هي ارض المحشر اللي هنحشر عليه، ادي ارض المحشر. بعد ارض المحشر على طول ايه؟ جهنم، وبعد جهنم الجنة. الله، طب واحد طالع من ارض المحشر رايح الجنة، هيعدي على جهنم ازاي؟ اللي هو الصراط. يقول الله عز وجل في سورة مريم وان منكم، يعني مفيش، يعني كلنا، كل الناس، الا واردها، هيرد على جهنم، على النار، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا، ننجي الذين اتقوا يا متقون، يلا على الصراط. ونذر الظالمين فيها، اي في جهنم، جثية، يعني على الركب. ولذلك حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس على الصراط منهم من يسير كالبرق، ومنهم من يسير كالريح المرسلة، ومنهم من يجري، ومنهم من يزحف، ومنهم من تتخطفه كلاليب فتهو به الى قاع النار. فالملائكة بتسأل في القبر، طيب لسه ليهم اعمال تاني في علم الشهادة ولهم اثار عايزين نعرفها. طيب نستكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.